في الختام تذكرهم بأبرز العناوين. تداول سلمي للسلطة، والسودان يمنع الأحزاب من تسمية مديري مكاتب الوزراء ويحدد سقوفا عالية للنجاح والتحدي. تحالف عزم يحمل البيوت السياسية مسؤولية كبيرة في توفير الأرضية المناسبة لإنجاح حكومة الخدمة الوطنية. ماراثون للسلام والاستقرار ونبذ التطرف في صلاح الدين، والمباشرة بتوزيع مادة النفط بواقع 100 لتر للبطاقة الواحدة. القبض على ما يسمى أميرة اللعفر بداعش الإرهابي، وتأهب بالمسطحات المائية غربي العراق، وتفكيك عصابة للخطف والقتل في ديالة. نهاية نشرة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.